اليوم انطلاق الدورة الثالثة للمعرض الإماراتي الصيني للإطارات وقطع غيار السيارات. هذا المعرض في دورته الثالثة يضم كثير من الشركات الصينية المختصة في مجال قطع غيار السيارات بشكل أساسي والإطارات، وأيضا شفنا السيارات اللي هي الكهربائية الموجودة اللي عليها زخم كبير. نحن من خلال هذا المعرض نحاول أن نحن نثقف الجمهور وأيضا ندعو الزوار وخاصة التجار في هذا المجال أن يأتون لهذا الحدث المهم وأن يستفيدون من الشركات اللي موجودة في أرض المعارض التي تشارك لأول مرة في مركز إكسبو الشارقة. هذا المعرض مهم جدا، العلاقة ما بين دولة الإمارات بشكل عام والصين بشكل خاص يعتبر علاقة مميزة، وفي التصدير والاستيراد بشكل كبير ونمى بشكل كبير. نحن كدولة الإمارات نعتبر الجهة الثانية للصينيين من ناحية التجارة، وهذا أيضا شيء مهم جدا. حبينا من خلال إمارة الشارقة تسليط الضوء على هذا المعرض، خاصة أن في كثير في قطاع غيار السيارات والصناعيات اللي موجودة في إمارة الشارقة بشكل خاص، فنحب ندعو من خلال منبركم التجار ليأتون لهذا الحدث المهم ويستفيدون من الفرص الموجودة.